بتوب ستوريز اليوم رح نحكي عن موضوع شاغل كثير بال المواطنين بلبنان وتحديدا ببيروت، وهو موضوع الذباب. قد ايه له علاقه بالتلوث الموجود حاليا، شو نتائجه وشو ممكن نعمل لحتى نتفادى هالموضوع؟ رح نناقش هالموضوع مع الاستاذ انطوان ابو موسى. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك مسيراني. حضرتك مستشار بيئي، اليوم اكيد البيئه ابدا مش بألف خير، في عنا كوارث بيئيه بلبنان. صحيح. ونتائج هالكوارث البيئيه هي كثيرة، من بيناتهم بلشنا نشوف شغلة من الشغلات هي الدبان. من جمعة جمعتين حكينا كمان عن الجرذان وأكيد الحبل على الجرار. اليوم نحن وين وشو قصة الذباب؟ أوكي، رح بلش بشي منيح عن الدبان، رح بلش أحكي عن البوزيتيف سايد تبعهم، ليش موجودين؟ إذا في حيوان موجود بالدنيا وبعده عايش يعني له دور معين. أكيد. بالسلسلة الغذائية اللي نحن بنتعلمها بالمدرسة وبالجامعة، إنه كيف الكبير بياكل الصغير والصغير بياكل الأصغر، الدبان دوره بكل هذا السيكل أو هذا السلسلة كلها هو إذا بدك مثل الزبال، هو واحد من أدواره إنه هو مثل الزبالين بياكلوا كل شيء بيبقى فضلات عضوية، يعني بيموت تنقول دجاجة، جردون، هن من العالم من الحشرات اللي بتروح وبتبلش تاكل تا ترجع تردهم لطبيعتهم. هلا كل ما يكتروا هودي القصص الميتة، يعني ما يكتروا الخس والأكل التفاح كل شيء بس يكتروا هودي النفايات بحبز وجودهم. فمشان هيك دورهم منيح إلى حد معين، بس يكتروا هالكمية النفايات اللي منها طبيعية مثل ما هلا عم نشوفها ببيروت، بس يكتروا تنقول الجرادين اللي بتروح تتاكل من هالزبالة وبتموت، يعني هي واحدة الأسباب اللي عم بيقولوا ليش في دبان هالقالوا ببلدية بيروت، إنه السبب الرئيسي إنه في كتير جرادين ميتة. بس ليه الجرادين ميتين بالأساس؟ يعني ليه عم بيكونوا عم يموتوا؟ هل عم ينقتلوا؟ أو هل كمان في أشياء سامة عم ياكلوها؟ يعني كمان هون بنصير نسأل. في كتير أسباب، فيها تكون طبيعية، فيها تكون تسمم، فيها تكون دهس، فيها تكون أو حدا ليش باست باست كنترول اني ثينج، يعني كل وحده من هول معقول تقتل كميه كبيره من الجرادين. ما تنسى عم نحكي اطنان، يعني اذا عاده السله الوحده بيكون فيها اثنين ثلاثه، تخيل اذا عندك اطنان على نهر بيروت وغيره. هلا حكينا عن الشق شوي ايجابي، هلا عم نحكي عن الشق جدا سلبي، انه الجردون والبرغشه والدبان بسموهم فيكتورز، يعني هن بيكونوا بينقلوا نائلين لحيلا مرض. الدبان عاده بيحملهم على اجراء على الشعر اللي بيكون عليه او حتى بيتم حي لمحل بينقل هذا المرض شو ما كان، واذا دق على الاكل ممكن ينقلها. هلا ما راح فوت كثير اون ديتاي لانه هذا الشيء مقرف بلاها. رح نحكي بس ان جنرال انه ممكن ينقلوا امراض. شو انواع الامراض؟ الاكثر الامراض اللي نقلت من اول ازمه هلا اي امراض بالامعاء، كلنا صرنا نحس انه في مشاكل بالهضم وغيره. هلا الحكي عن الكوليرا وحكي عن التيفويد وغيره والطاعون يلي هلا راعي بالناس، الطاعون عاده يعني بينقل بالجردون عاده، يعني اذا ما انعضيت من جردون ما رح ينقل هذا الموضوع. يعني حتى ولو الدبانه كانت على جردون او شيء ما لها علاقه بالطاعون. عاده اللي معروف عن الدبانه انه بينقل امراض منها المشاكل بالامعاء، ممكن ينقل الامراض اللي هلا كلنا عم نسمع عنها انه كوليرا وتيفويد وغيره، بس بدك يكونوا موجودين بالاول. الكوليرا مش موجود بلبنان وحتى مش موجود بسوريا، موجود شوي بالعراق وفي خوف انه ينقل على سوريا لانه زون حرب ومن هونيك تنقل، بس بعدها بعيده. عاده المرض الكوليرا بده كثير يعني كونديسيون بده فافورابل له، اللي هن يا بيكون عندك بلد كثير بعده منه متمدن، يعني كل البنيه التحتيه تبعه بالطرقات، يعني عندك المجارير كله بين العالم، او بمنطقه حرب كمان تهدم فيها كل هذا الموضوع وصار في كثير اذا بدك خلينا نسميهم مجارير بالطرقات. من وراء المجرور بينقل على المي على الاكل، فيها تكون ديركت او من خلال دبان او غيرها، وهيك بينقل المرض الكوليرا. سو التخويف من الكوليرا انا بالنسبه لي منه منطقي هلا، التخويف الاساسي اذا نحكي عنه هن الامراض الكيميائيه اللي احنا لقطها من وراء الحرق، هيدا بالنسبه لي هو اللي لازم نركز عليه. يمكن اليوم انا القط حد حكني ايدي، يمكن اتضايق، يمكن بلش يجوعني بطني على جمعتين، بس ما في شيء رح يصححني من سرطان بالرويه او بالبروستات، يمكن من وراء الغازات بتطلع من المطامر، او العقم من وراء حرق النفايات وغيره. فبالنسبه لي هودي الامراض يلي بدنا نركز عليهم لانهم ما رح يجوا ويروحوا، رح يجوا ويقتلوا ويفقدوا، يعني على يعني المشكله سنة. الاساسيه والكبيره هي حاليا هي حرق النفايات. نعم. مش النفايات بحد ذاتها هي مشكله اكيد، بس ما بحكي المشكله لازم عن جد نركز عليها. نعم. لازم نركز عليها مثل حيلا مشكله ثانيه، بس المشكله الاعظم
هي المشكلة اللي تتأتى لتجي شوي شوي الكرونيك، يعني ما مش دغري بتجي وبتروح. نعم. بتجي شوي بضلها تتخزن فيك. إذا تنشأنا تنقول، عم بعطي إكزامبل، معادن تقيلة تكون مركور، زئبق أو كادميوم أو حيلا من هالأنواع من المعادن تقيلة بتكون بالنفاد، بس تنحرق بتصير بالجو وبتفوت على جسمنا. على بعد قديه نحن بننضر؟ يعني إذا انحرق النفايات حدنا، قديه لازم يكون عنا مسافة بتبعدنا عن هالمحرقة لحتى نكون بمنطقة آمنة؟ أوكي. هلأ الحرق في يكون عشوائي برا بالهواء الطلع، في يكون ب خلينا نسميه وجاء، ما رح يكون عن جد محرق، لانه عم نشوف كثير هلا في محارق ما فيهم فلترز، يعني عم تجي بتنحرق فيهم، الفلترز كثير بسيط اللي فيهم، هودي مسمينه وجاء عن جد منهم محرقه مثل ما بنفهمها بالمفهوم العام لاداره النفايات. وفي المحارق اللي كثير بتفلتر، بس كل شيء بيطلع بينلقط من الغازات عم ينزل بالرماد، فالرماد كمان بده ينعمله طمر مزبوط. بما انه ما عندنا مطار مزبوط عم نعتبر انه هذا الرماد رح يصير بين العالم، رح نتنشأ، وهي اول شيء. ثاني شيء هو على قد ايه بده يكون بعدنا. معروف عن هودي اذا بدك الفايبرز او الشقف الصغير الجزيئيات بينقلوا بالهواء وبينقلوا، ما في انه مثلا شوي شوي بتموت. مثلا عندك بعض الامراض انه بتقولي مثلا بتضلها على 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 ايدي مثلا 15 دقيقه قبل ما ينشف المي، بعدين بتموت لانه كائن حي، بس الكائن المش حي بضل عم ينقل، بضل طاير بالهواء وموجود. من هلا تا يتفكك طبيعيا ويتاكله شي بكتيريا، اذا بتاكله تاخذها ايام سنين، يعني ما عم نحكي انه هلا رح تنحل. تلوثنا اكيد رح ينقل على غير بلدان، حتى مش بس لعنا، وعلى غير اجيال يمكن، وعلى غير اجيال طبيعي. هلا اكثر موليكيول او جزيئة لازم نتحدث عنها هي الديوكسين، هي تتكون بين المواد العضويه والكلور بس ينحرقوا مع بعض. فبس يكون عندي اكل تنقولوا بي في سي اللي فيه كلور او حيلا ماده ثانيه فيها كلور، بينحرقوا مع بعض، ممكن يطلعوا حراره معينه، هذا الديوكسين. هيدي من اكثر انواع والمعروفه كثير انه بتعمل أمراض سرطانية وعقم وغيره، وممكن تنقل أكيد على مسافات بعيدة مع الهواء. حلو كتير. طيب شو الإجراءات يلي لازم تتاخد، وهل هالنتائج هون عم تبين دغري أو بدها كمان وقت لتبين الأمراض؟ يعني أوكي. لنقول حدا تنفس أو حدا يعني وصل له هالسموم بطريقة أوكي. مباشرة أو غير مباشرة، بعد قد ايه تبلش تبين الأمراض، شو الإجراءات يلي لازم ناخذها؟ أوكي. هلأ كل الأمراض عادة بتكون بيولوجية بتبين عادة بإجمالها بتبين أسرع بكتير من الأمراض الكيماوية اللي بتكون عم تفوت على مهلها عادة. فبتشوف انه واحد اذا دق مثلا بشيء بيعمله حساسيه بظرف يمكن نهار او اقل ممكن يبلش يحس انه بده يحك ايده. حدا تاني ممكن يلقط بعد ثلاث ايام اذا في فيروس ببين او جمعه. بس بالامراض بالمشاكل الكيماويه عاده بتفوت على جسمه وبتضل تتخزن لحديت ما تعمل تبلش مشكلتها. عم نعطي اكزامبل، مثلا الزئبق معروف عليه ممنوع يفوت على الجسم، ما في عندك مينيموم له، ممنوع يفوت. بس يفوت عاده بيتخزن بالاعصاب، وبس يصير شوي شوي يتخزن يمكن يعمل لك، بس تكبر يمكن يعمل الزهايمر، يمكن يعمل مشاكل ثانيه، يمكن يعمل سرطان، ما بنعرف شو معقول يعمل. عندك مثلا غير انواع كيماويه بتفوت مثلا وتضرب دغري بالروايه. في نعطي اكزامبل هون الاترنيت اللي هو في بقلبه امياط واسمه العلمي هو الاسبستوس. معروف انه هذا بالمعمل كان بشكه، في عالم هلا عم ببلش يبين عنده امراض، هو تسكر بال2000 وفي عالم فلوا من الشركه من 10 سنين. صح. فكان وقت الشخص يجي عم من شغله على البيت يشلح القميص كان بيشتغل فيه او المريول كان لابسه ينفضه، كل العائله عم تتنشا كانت. نعم. للاسف هذا الشيء بعدنا هلا احنا ما عندنا وقايه منيحه. طب عطوان شو لازم ينعمل؟ يعني هل في اجراءات سريعه لازم تتاخذ؟ هي مش اول ما بطلع على الام تي في وكل مره بقولها، عندنا كل شيء الا الاراده السياسيه، بس ما مش ناقصنا غير حدا يمضي المسؤول يقول بدنا نبلش بالحل المستدام. شو هو الحل المستدام؟ الحل المستدام بيحترم الهرم التسلسلي لاداره النفايات يلي ببلش من اوله، بنجرب نخفف قد ما فيها النفايات. ما قدرنا اذا فينا نستعملها عن جديد مثل بيعملوا ستاتنا، بيعملوا بالازاز، بيعملوا مربى وغيره، ممكن استعماله. هلا هو بده يحل يمكن 1 ولا 5%، بيرجع من بعدها بنعمل ريسايكلينج، نعمل اعاده تصنيع او تدوير للنفايات. يعني هالحلول يلي معروفه يلي هي بتحل 30% او 20% من نفايتنا. العضوي هو 50% بنعمله تسبيخ او او هضم لها بيطلع ميتان، هو 50. شو بيبقى لنا بالاخر؟ بيبقى لنا 20% او 15 جزء منهم ممكن يطلع طاقه. هودي لحالهم اذا كانوا مفروزين صح وما فيهم الكلور اللي حكينا عنه. ومش عم ينحرقوا مع العضوي، ما بيطلعوا غازات، وبالاخر شو بيبقى؟ شقفة كتير صغيرة بين 1 و10% بتنحط بكسارات. نعم. منا مشوه الطبيعة. شكرا لك أنطون أبو موسى مستشار بإولاء النصايح، أهلا وسهلا فيك. رح ناخد وقفة سريعة من بعدها مع آيكويس، حضروا تليفوناتكم.